مجهز لهذا الحدث هاي الكوارث، لأنه آخر فترة كتير عم نسمع علماء وخبراء عم بتحدثوا عن إمكانية وقوع زلزال كبير بإسرائيل. هل مصر جاهزة لهذا الإشي؟ هل هناك مشاريع لتوعية السكان عن وتهيئتهم لحدوث من هذا النوع؟ المشكلة اللي موجودة في الناصر، الوضع اللي موجود في الناصر لا يختلف عن ما هو قائم في كل أنحاء البلاد، ربما زيادة أنه في عنا البلد القديمة اللي هي أبنيتها على الأقل قسم كبير من أبنيتها، ربما العقود لا تصمد أكثر من عمارات تاني، ولكن في قسم آخر من الأبنية مبني بشكل لا يصمد في مثل هذه الأوضاع. كل الأبنية الجديدة من سنوات تخضع للمعايير الموضوعة للوقوف والصمود في حالة حدوث زلزال. يعني نحن نعمل بموجب سياسات مركزية وتصلنا توجيهات كيفية التعامل بهذا الشأن، ونحن نتعامل ونعمل لتقليص الضرر في حالة حدوث كارثة من هذا النوع لا سمح الله. من ناحية الطوارئ والاستعداد لدينا طواقم وأقيمت طواقم ومسؤولين عن المجالات المختلفة ومارست هذه الطواقم عمل في أكثر من ظرف طوارئ مررنا به من سنوات التسعين وحتى قبيل بضع سنوات. من ناحية الأبني حتى الآن الأبني المبنية بطون وأساسات جيدة والآخرية تصمد، الخطر هو في أبنية اللي بنيت بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من المعايير الإنشائية، هنا في خطر. تقديري أنا إنه الوضع في الناصري أفضل بكثير من كثير من البلدات، خصوصا إنه البناء في الناصري وليس بناء مرتفع نسبيا، الأخطار أكبر في الأبنية المرتفعة.